السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ارتأيت أن أبدأ سلسلة سؤال وجواب للكثير من الأسئلة التي متأكدة يعني أنه إن شاء الله يكون فيها نفع، لأنه أغلب أسئلتنا أحيانا أسئلة الآخرين تكون أكثر إجابة على أسئلتنا. فقررت أنه إن شاء الله هذه السلسلة ستكون يعني كسؤال وجواب، وأبدأ به يعني بسؤال مهم جدا لأبنائنا الأحباب وشباب أمتنا الغاليين. فجوابي كان كالتالي، يعني سأقرأه قراءة لأنه صراحة كان جوابا مكتوبا طبعا، لكني قررت أنه بدل ما تكون مكتوبة فقط وإجابات فقط في القناة على التليجرام، قررت أنها إن شاء الله ستكون أيضا مسجلة بإذن الله. فالجواب كان كالتالي: أسأل الله أن يفرج كربك وأن يقويك على نفسك وأن يعينك على ترك الذنوب والمعاصي. التوبة ليست سهلة لكنها أيضا ليست صعبة إن كان صاحبها مجاهدا أوابا توابا كثير الرجوع إلى الله. لهذا كنصيحة قل لنفسك بداية: أني سأبقى سائرا إلى الله إلى آخر لحظة. اسمع عن الله كثيرا، أكثر من الأعمال الصالحة لأن الحسنات يذهبن السيئات، وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. املأ وقتك بالإنجازات، مثلا أدخل حلقات تحفيظ قرآن أو ابدأ بالحفظ، وحاول أن يكون لك من تنافسه في هذا الأمر، لأنه وحدك ومع الذنوب وكثرة الملهيات يصعب عليك أن تستمر. لهذا أصلا من أول خطوات الشيطان للكثير من شبابنا وفتياتنا، وأكثر مشكلة أراها في الكثير من الأخوات والصديقات، أنه بداية لما تبدأ تحكي لك عن مشكلتها تجد أنه في البداية أول خطوة كانت أن تبقى وحيدة، ثم بعد ذلك يفعل بك ما يشاء. فلهذا عليك أن تكون لك بيئة إيمانية تأخذك نحو الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله سبحانه وتعالى لرسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم هذه الوصية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. املأ وقتك بما ينفع حتى تجد أنك تتمنى وقت فراغ تتسلى فيه، يعني تبحث فقط عن دقائق لتتسلى فيها فلا تجدها، يعني من كثرة الانشغالات. أنا ذاك ستبحث عن أي تسلية ولو بسيطة، ولن تحتاج بعد كل تلك الإنجازات الكبيرة أن تبحث عن متعة في المعصية، وأصلا ستبدأ تستمتع بالبسيط والقليل لأن هرموناتك تنضبط، خاصة مع خوف الله الذي يملأ قلبك. أكثر من الدعاء، وفعل تماما كما يفعل طلاب الثانوية العامة حين تجدهم يصطادون الدعوات والأعمال الصالحة طمعا منهم أن يرضى الله عنهم فيعطيهم مرادهم وتقبل دعوة أحدهم فيه. افعل تماما مثلهم وتدلل الله وتوسل له بكل عمل صالح تعلم أن الله يرضى عنه في غير ابتداع طبعا. وأملك في كل هذا لعلك يا ربي ترضى فتكرهني في ذنوبي وتقربني منك. تذكر أنه عليك أن تبدأ مسافة الشبر، والله ولي التوفيق. مسافة الشبر التي أقصدها هنا هي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، بمعنى الحديث أن تبدأ مسافة الشبر والله ولي التوفيق. وسرعان ما ستجد نفسك منطرحا بين يدي الله وهو راض عنك، وسترى كم أن ذنوبا كنت تعدها كالجبال يصعب تركها كيف أنها صارت تبدو أمامك ممقوتة، وأنك كرهتها بقوة الله ثم بفضل مجاهدتك. حاول أن تدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما، وهذا سيعينك على الانضباط وعلى أن يكون الله الأول في حياتك رغم كل شيء ورغم أخطائك وذنوبك، وهو أولا وأخيرا كما قال رسول الله: سيكون لك براءة من النفاق وبراءة من جهنم، فما أعظمها من صفقة. كما قلت ستجعل أكبر تمرين لك في أن ترى أن الله أول أولوياتي لما تسارع أن تكون في تدرك تكبيرة الإحرام. اضبط فرائضك لأنها أحب ما قد تتقرب به إلى ربك،
ولا يخدعنك الشيطان بأن يجعلك ترى نفسك ذلك العاصي الذي خسر، فيحرمك الأعمال الصالحة التي من نتائجها حسنات أخرى بعدها. وكما نعلم أن الحسنة تأتي بأختها والسيئة تأتي بأختها، فحاول أن تجعل لك حسنات أخرى تأتي بأختها. ثم بعد ضبط الفرائض أكثر من النوافل التي من جزائها أن يحبك الله، فيصير سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها، كما قال الله سبحانه حين قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه. استمع لدروس عن شؤم المعصية وتأثيرها في حياة العبد، ومنها عقوبات الذنوب للشيخ أحمد جلال، أسرار الاستغفار للشيخ حازم شومان، ودرس عاجز عن الشكر للشيخ حازم شومان، ومبادرة استغفر تفرج للشيخ حازم شومان، وغيرها من الدروس المؤثرة. أيضا هناك درسين أو ثلاثة للشيخ محمد حسين يعقوب وغيرها، يعني الدروس من هذا النوع كثيرة التي تذكر بعقوبات الذنوب الدنيوية والأخروية، والتي تعينك أيضا أن تستغفر بحضور قلب، يعني أنت تسمعها وأنت تستغفر وتحاول أن تستحضر ذنوبك وتتذكرها، يعني وهذا لا يعني أن تسمعها لتقنط نفسك، لا، هذه الدروس ليس هدفها أن تقنطك من رحمة الله، بل أن تفتح عينيك على أمور تجعلك تفهم الذنب على حقيقته، وبالتالي تقويك أمامه بإذن الله. ثم أيضا تعينك على الاستغفار، وسترى نتائج استغفارك قريبا بإذن الله، وترى كم كانت الذنوب في حياتك تحجب الكثير من الخيرات التي ما كنت تتوقعها أنها السبب. كما أنك لما تبتلى عياذا بالله أو غير ذلك ستبدأ تفهم معنى أن الابتلاءات أيضا من شأنها أن تنقينا وتطهرنا من الذنوب، وتنظر للابتلاء على أنه شيء جاء ليطهرك، لا أن تتسخط وتقول لماذا أنا يا رب وكذا وكذا وغيرها من الأمور. لأنه حين يدرك الإنسان نعم الله عليه ثم يدرك ذنوبه سيرى أن ما هو فيه، يعني وكأنك تقول رب العالمين نستاهل يا رب، حتى لو أنك أخذتني بما كسبت لفعلت في أكثر من هذا، لكنك تريد أن تطهرني وتنقيني وترفعني درجات فلك الحمد. وهنا ستستغفر وستتقرب من الله، ثم سترى أثر استغفارك وقربك في الدنيا قبل الآخرة. وفقك الله وأعانك، واعلم أنك ما دمت سائرا لله تتوب من قلبك كلما أخطأت، وتحقق شرط العزم على عدم العودة إلى الذنوب، فإنك أحسن بكثير ممن يأس من نفسه وربه وتوقف عن المحاولة وابتعد عن الله بالكلية. فتوكل على الله وثابر وجاهد، واعلم أنك في طريقك للخلاص من أكبر قيد يستحق التضحية والمحاولات. أعانك الله وثبتك وزادك حرصا على القرب منه، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.